ثوري من درجة التحرر وعدم الانقياد، مهني من درجة التفاني في العمل النقابي، صديق من درجة الوفاء والإخلاص، وطني من درجة الأرز العليا في محاربة الفساد، في الاستقلالية وفي رفض الإملاءات السياسية من أي جهة كانت، خصوصاً في العمل النقابي والقضائي. لم نعرف عنه سوى عشقه للمحاماة وولعه بالنقابة وشؤونها وشجونها. المحامون عنده كل حياته وشغله الشاغل، أما الشأن النقابي فإكسيره اليومي. ارتضاه الجميع نقيباً للوطن وليس فقط للمحامين، لما يجمعه من خصال وصفات قانونية وحقوقية وأخلاقية. أردناه اليوم مكرماً خصوصاً في هذه الظروف السيئة التي تعيشها البلاد والعباد، نظراً إلى جهوده الكبيرة في الحفاظ على هيبة النقابة وهيبة المحاماة في دولة صار هم بعضهم منها ضرب الدستور من أجل تكريس شريعة لا دولة، فكان هو الحصن الحصين والسد المنيع لهم. أردناه مكرماً بسبب ما أبداه من مواقف شجاعة في الكثير والكثير من الملفات التي تهم المواطن اللبناني، كملف المرفأ والودائع والكابيتال كنترول والمهل وغيرها. إنه النقيب نادر كاسبار، فتقديراً لمسيرة حافلة من الجهود والتفاني في العمل النقابي خدمة للمهنة، تكرم حركة شباب لبنان وهيئة الطوارئ المدنية في لبنان واتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان سعادة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ نادر كاسبار وأعضاء مجلس النقابة. لذلك نطلب من النقيب كاسبار والأعضاء الأساتذة عماد مارتينوس وفادي المصري وألكسندر نجار التفضل إلى المنصة لتسلم الدرع التكريمية من رئيس حركة شباب لبنان لصليبة، وعلى أن حضرة أمين سر النقابة الأستاذ سعد الدين الخطيب قد أبلغنا اعتذاره عن الحضور بسبب ارتباطه طارئ بسبب ارتباط طارئ، وكلفني نقل تحياته لكم جميعا. تفضل. كما أطلب من رئيس هيئة الطوارئ غسان عويداد أن يحضر أيضا إلى المنصة. أستاذ محمد جوزي، أنصر محمد جوزي تفضل كمان معنا على المنصة لو سمحت. نستمع إلى كلمة النقيب أستاذ نادر كاسبار. مساء الخير سعادة النقيبة العزيزة، سعادة المحافظ، الحضور الكريم. أول شيء بدي أشكر حركة شباب لبنان على التكريم، وبدي أشكرهم على الدعوة. وما بتتصوروا وقت منشوف عنصر الشباب وهالاندفاع اللي موجود عنده، لأنه أوقات بتشوفوا الشباب كأنهم نص غافيين وختيارية، واللي هن اللي لازم يحملوا المشعل واللي هن اللي لازم يشتغلوا. ما نجي نقول إنه ما عندهم خبرة، الخبرة مع الوقت بتمشي وبتنوجد، لأنه لبنان هيك تعب وصار بده عناصر جديدة وعناصر جيدة ويكون عندها الاندفاع والشفافية، مش المصالح الذاتية بتطليع المصاري، خصوصاً بعد ما خبرني وزير الداخلية أنه بعد انفجار المرفأ تأسس 3600 جمعية خيرية
اللي مش عم نعرف وين عم بتروح المصاري اللي عم تجيها. أنا هون بدي شجع أستاذ إيلي، بس بدي أقول له أنه بدك تعجل شوي بغرفة الاجتماعات بروم، لأنه سبقك الصليب الأحمر مبارحة. وينه جوزيف؟ لأنه يمكن هو يعملها إذا أنت بدك تتأخر. بقى شد حالك شوي وعجل. وكمان بخصوص الآليات بدي أتمنى أنه كمان يصير في شوية عجلة، لأنه في كتار عم بيعرضوا يصلحون بسجن رومي. بدي لكم شغلي كمان، نحن على أبواب انتخاب رئيس جمهورية، كمان بدي أتمنى على النواب الكرام يتحملوا مسؤوليتهم وينتخبوا رئيس، ما يجوا يتكلوا انه ايه في هيدا ناطر هالدولة الفلانية والتاني ناطر. هيدي حجج واهية. وقت بدهم يجتمعوا ما حدا قادر لا يضغط عليهم ولا يأثر عليهم. لهلأ مش عم بعرف، يعني مثلا لو في 128 نائب مثلي ومثل حضرة النائب العزيزة، كنا بربع ساعة مننتخب رئيس. فما يجوا يتكلوا انه ايه ناطرين كلمة السر من هون وناطرين ما بعرف شو من هون، لانه عيب ما ننتخب رئيس جمهورية بالموعد الدستوري. انا بدي احكي على السريع بثلاث مواضيع. موضوع القاضي الإضافي، يعني اليوم كنت كمان بزيارة للرئيس الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، حكينا بموضوعين بس ما ضوينا بالإعلام إلا على موضوع تاني. بس بدي لكم شغلة، نحن القاضي الإضافي بدي ميز بين إذا كان تعيينه قانوني أم لا، قبل ما أنظر إذا كان الوضع الإنساني هو الأهم، لأنه الوضع الإنساني بيكون أضعف من الوضع القانوني. لسبب، إذا بدنا ناخد دايماً أنه الوضع الإنساني لازم ناخده بعين الاعتبار، يعني إذا حدا قدم استئناف بقضايا إيجارات مفكر أنه مهلتها شهر وهي مهلتها 15 يوم، يعني قدموا باليوم 16 رح ينرد بالشكل، لكن لازم إنسانياً يقبلوه، بينما قانونياً هو مش مقبول. فإذا نحن عارفين، وأنا بالتحديد صحيح أني من المصابين بانفجار المرفأ وأنا من المهتمين، ولكن قضية الموقوفين ما بيسوى بقى تبقى بالشكل اللي هي فيه. ما بيسوى أنه ما في قاضي يحكم بإخلى سبيل. يعني صحيح أنه دايماً عم بقول لو كنت أنا المحقق كنت برسم استراتيجية تانية بحقق بأمور مين اللي فجر ومين اللي أدخل مواد ومين ومين، قبل ما أدخل بموضوع مين أهمل. بعدين ببعت وراهم بيجوا أهله، ما إجوا بعمل قرار الظني ويبقوا يتحاكموا قدام مجلس عدلي. هيك كنت أنا بشتغل. أما مثل بحالتنا هلأ عم يجي كل ما بده ينبت بموضوع عم بيكون طلب رد وطلب مخاصمة، أنا عم بقولها كل يوم، وبعد ما نوجد بالمجتمعات اللي عم بكون فيها، وأوقات بيكون في موجود 100 شخص و200 شخص سواء من مستوى رئيس حكومي لمستوى أي إنسان، إنه يجابهني بي أو يقول لي إن أنا على خطأ. هذا موضوع بيضل 50 سنة و100 سنة و200 سنة وما بينتهي. ما في إلا حالي وحدي أنا برأيي، لأنه كمان وشوفوا اليوم شو قلت لأحد الأشخاص وانتبهوا له، لأنه هيدي هني عم بيخبروني أهالي الضحايا أهالي عم بيقولوا لي أوكي إذا تعين قاضي إضافي مين بيقول إنه نحن مش تاني يوم رح نطلب رده وتعوا خلصوا إذا فيكم. إذا بكرة طلبوا رده شو بيصير؟ رأيي الشخصي ما بلزم حدا فيه، ما في إلا حالي وحدة، يتعدل القانون ويرضي الفريقين. كيف بيرضيهم؟ إنه المحقق العدلي هو تحديدا مش كل قضاة التحقيق بينقال إنه طلب الرد والمخاصمة ما بيوقف التنفيذ، ما بيرفع له يده عن الملف،
بس بذات الوقت، لأنه هيدا ما بيرضي جهة، بذات الوقت بيكون في ما يسمى هيئة اتهامية أعلى. إذا ربطنا هالشغلتين مع بعضهم أنا برأيي بيتحلحل الملف. إذا ما نوجدت هالطريقة نبقى 200 سنة والملف رح يضلوا محله. إذا حدا عنده غير حل يعطيني غير حل، بيضلون يقدموا طلبات رد من هلأ لـ200 سنة، الموقوفين بيضلون موقوفين وبتخلص حياتهم الحبوسة، وهيدي شغلة ضد الإنسانية وضد العدالة المحلية والدولية وشغلة ما بيجوز. أنا بدي أدعي نواب لبنان يعدلوا النص القانوني ويحطوا هالبندين إذا كان في إمكانية. موضوع الثاني موضوع أموال المودعين. أموال المودعين مبارحة تحديداً من بعد 3 أسابيع يروح لموظف من عنا بالنقابة يقدم، الموظف مش موجود، ما في حدا موجود يستلم الدعوة. مبارحة تحديداً قدمنا الدعوة قدام محكمة البداية الناظرة بالقضايا الإفلاسية ضد أحد المصارف، لأنه المصرف الثاني اللي بعتني له الإنذار أعرب أنه رح يدفعوا النقدة مش كتار، لأنه بينما المصرف الآخر في عنا حوالي 6 مليون دولار طلبنا بمليون ضمن خطة. ساعات النقيبة واللي عم يحضروا من الأساسي بيعرفوا عاملين خطة معينة. نحن البنك اللي قدمنا صراحة هو مصر اليوم اتصلوا انه بدنا نجي نجتمع فيكم وبدنا وعنا عروض وعنا كذا تنحل هيدا الموضوع، ونحن اذا حليناها معه رح نبعت انذار لبنك اخر ونرجع كمان نقدم دعوة اخرى كمان بحق المصرف الاخر اذا حليناها مع المصرف يوم الاثنين جايين لعندي. انا اللي بدي اقوله انه ما تسمعوا اليوم نشرنا نص الدعوة، لأنه وقت كنا عم نقول من أول يوم أنه رح حتى أنا كنائب محامين ما بعرف شو نوع الشكوى أو الدعوة أو الحجز. من بعد الدراسات المعمقة مع عشرات الحقوقيين اكتشفنا أنه بتتقدم طبقا لنص القانون 2/67، يعني توقف المصرف عن دفعه بيتعين مدير مؤقت وهو اللي بيمشي البنوك اللي حتى هلا واقفه هو اللي بيرجع بمشيها بعكس ما عم بيقوله. فحتى وعدنا انه بنحطها بمتناول المواطنين، بما انه ما عندي امكانيه يوزعها ورقيا اليوم حطيناها على البي بي اي، واللي صار محامي الاستاذ علي الموسوي طلب انه نبعتها PDF، هلا بعتناها لعنده كمان رح تنشر، يعني صار بامكان اي شخص يقدر يسحب نص الدعوة إذا بده يعمل دعوة مثلها، يعني صار بمتناول المواطنين. نحن مثل ما بيقولوا على الأقل، وهلا أنا بطرابلس على الطريق، عملنا اللي علينا. نحن ما منفكر، خاصة أنا شخصيا ما بفكر أنه مثل مثلا بالانتخابات أنه في جهة معينة أنه منجرب حظنا، لا، نحن ما بحب هالطريقة أنه بجرب حظي أو بشوف شو بجيب سكور أو بدي أنجح أو ما بدي أنجح. نحن عملنا اللي علينا بالمعنى أنه حضرنا الدعوة، صارت بمتناول المواطنين، ونحن قدمنا الدعوة اللازمة. رح نطلب من الجميع أنه كمان يقدموها، لأنه ما بقى يجوز. يعني اليوم كمان في كانوا الأستاذ ألكساندر والأستاذ عماد، لأنه أستاذ فادي فالكانوا أعضاء المجلس موجودين وقت إجا الوزير السابق محمد شقير، وهي حقائق أنا بعرفها، مش عم نتخبى خلف أصبعنا أنه ما في المصاري الكافي، ولكن في حلول معينة نجرب قد ما بنقدر نخفف من وطأة هيدا الموضوع. موضوع الثالث اللي اليوم بحثته مع رئيس مجلس القضاء الأعلى هو موضوع الاعتكاف. الاعتكاف المسؤول أو بالأحرى العدالة ما بتعتكف، والحاكم ما بيعتكف. مين اللي بيقدر هلأ حالياً بلبنان حتى على مستوى بدكم من رئيس جمهوري ونازل، مين عنده الصلاحية، الوحيد اللي عنده الصلاحية يبعت وراء أي واحد منا، يحقق مع أي واحد من المواطنين، يحبس أي واحد، يخلي سبيله، يعدمه
مين قادر يطلع إنسان من بيته؟ مين قادر يفوت إنسان على بيته؟ مين قادر الأملاك البحرية يعالجها؟ مين قادر أموال المودعين هو يبتها؟ مين قادر يفوت وراء كل موظف أنت ليه عم تقبض وأنت كذا ويوقفه ويتركه ويعمل الآخر؟ مين معه مفاتيح كل هذه الأمور؟ شخص وحيد، رئيس الجمهوري ما عنده الصلاحية، النواب ما عنده، ما حدا عنده صلاحية، في شخص وحيد عنده الصلاحية هو القاضي. فإذا أوكي القضاة قاموا بواجباتهم بأيامهم، ما قاموا بواجباتهم توصلنا لهون، ما رح فوت بهال هيدا. بس الحاكم، ما اسمه الحاكم، نحن منقول له يعني ربينا بمكاتب، مثلا نحن حضرة القاضي كان مثلا استاذ باقس حضرة الحاكم المنفرد الجزائي. الحاكم ما بيعتكف، مش انه العدالة ما بتعتكف، بس الحاكم ما بيعتكف. وقلت له للرئيس الأول يوم، تصور أنا هلأ أنا إيب محامين، أنا ومجلس النقابة نعتكف، مع أنه نحن مؤسسة يعني خاصة، يعني أوكي بتقدم خدمة عام، بس نحن كيف ممكن أنه يعتكفوا؟ وخبرته وقت كنا الأحد الماضي بالغداء عند السعادة النقيبة بأهدن الحبيبي، أنا عندي ضعف على أهدن، انتبهوا. خبرته اللي خبرنا إياه النقيب معالي النقيب رشيد درباس، أنه أحدهم جاي من برا يشوف بيت جده. بتعرفوا بلبنان في عيال مثلاً افترضوا بيكون شخص اسمه توني حنا خوري، في شيء 500 شخص اسمه توني، في تشابه أسامي، وقفوا على المطار، جاي أول مرة يشوف بيت جده، ما بيعرف لبنان، له شهر وجمعة موقوف، ما في مرجع يقدمه عنده طلب إخلاء سبيل. طيب كيف هيدي القصة؟ فلهالسبب اللي كتبته أو اللي أدلت فيه واللي نشر، إنه مش رح نسكت، أنا مش رح أقبل إنه بعد 10 سنين و15 سنة، مش بس هلأ بعد جمعة وجمعتين، إنه يجي يقولوا. وقلت له يا هلا الرئيس الأول ما تقبلها أنت كمان كرئيس أول، إنه بعهدنا كنا مسؤولين وكان عم بيصير هالشي. وأنا كنت أعنيها إنه إذا بآخر الجمعة يعني بكرة ما وقفوا الاعتكاف، بدنا نراسل كل المنظمات العالمية، وحتى بلبنان هون رح نبعث الكتب اللازمة، ومن بعدها في موقف أخطر كنا بدنا ناخده. طمني حضرة الرئيس الأول إنه الأمور، يوم الثلاثاء في اجتماع كبير لكل القضاة، وإنه تدريجياً إذا الله بيريد رح تتحلحل الأمور، أو يفكوا الاعتكاف كلياً، أو بالتدرج يرجعوا يحلوا القضايا العجلة وقضايا التنفيذ وقضايا الجزائية وإخلاءات سبيل وكل الأمور الملحة، تمهيداً إنه بعدها بفترة قصيرة جداً يرجعوا القضاة للعمل بشكل طبيعي. فإذا الاعتكاف شغلي ما لازم تصير، خاصة اعتكاف القضاة. أنا بفهم، أنا بعكس ما قال الأستاذ صليبة، أنا ضد الإضرابات بالمطلق ولا حتى لو على ربع ساعة. فكيف إذا كان قضية اعتكاف قضاة؟ أنا بعرف أني تأخرت عليكم، بس كان لابد أني أوضح الأمور، وبدي أشكركم، وبدي أشكر كمان صاحب الدعوة، ويعطيكم ألف عافية، وأهلا بالأستاذ سامر بعلبكي المرشح لمركز عضوية مجلس نقابة المحامين، يعطيكم العافية. والأستاذي كمان أهلا فيك زهرة.